فن من نوع مختلف يقدمه أمين مؤذن. ريبورتاج علي جابر. تعلمت الخط عند أحد الخطاطين اللي بيعملوا أرمات، لأنه أنا كنت أرسم ما بعرف بالخط. رحت على الكويت، بدأت أبرم بالكويت شو وين في خطاطين وين في كذا. لقيت في كم خطاط، منهم اثنين لبنانيين واحد إيراني، بيعملوا هالأرمات العادية، مو هذاك الشغل اللي أنا بشتغله كمعلم. فيها فنون، فيها تزخرفة الأرمات، في ألوان تختلف. سنة 95 نهولي خدمتي على حسب السن القانوني، اتفرغت لللوحات الفنية اللي هي في بالي ولازم أعملها. حولت من الخط التقليدي إلى أن أدمج الخط العربي مع الكوفي لحتى لأعمل لوحة فنية. لذلك أنا عملت خلفية بالألوان، كتابة بالألوان، تغيير بخط العربي، دمج خطوط فنية جديدة لحتى لأعمل لوحة مبروزة تتعلق بالصالون. عملت أول معرض كان فيه 72 لوحة بالكويت بصالة الفنون، صالة الفنون بالكويت. المعرض الثاني بال 2002 يمكن أو هيك شيء، أو كمان بالكويت. وإلى أن صاروا 5 معارض خارج الكويت. آخر معرض كان بإيران سنة 2015 الكويت. الكويت الكويت إلها فضل علي كثير. للأسف هذا بتوصل لبنان. نعم ما لا تؤاخذني، إلى الآن ما حدا بيعرفني إلا الجماعة اللي تعرفوا علي هون